خلونا اللي اتصال التاني كان حالة عندها فيروس سي، كان 170 ألف، بعد جرعة من الأعشاب بقى 107 ألف، بعد جرعة ثانية من الأعشاب الحمد لله رب العالمين أصبح نيجاتيف تماما ولله الحمد والمنة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، صدق الله العظيم. الحمد لله والمنة لله عز وجل. ودايما بفكر حضراتكم إن العلم والطب فعلا هي بصمة رحمة ربنا عز وجل بينا على الأرض، نقطة مهمة جدا. فيعني لازم نسعى للطب ونسعى لأصحاب الطب ونسيبنا من المهاترات ونسيبنا من العشابين والدجالين والنصابين إلى آخره اللي خلاص ملوا الشاشات بصورة لم تحدث من قبل. بيسأل سؤال جميل جدا عن الأجسام المضادة. معنى الأجسام المضادة هي أجسام يكونها الجسد البشري أو الأنسجة البشرية مضادة لهذا الفيروس أو لهذا المرض أو لهذا الوباء، وبالتالي هذه الأجسام المضادة هتفضل موجودة على طول، مش هتتشال أبدا طول العمر على فكرة، ما فيش منها أي ضرر أبدا وما فيش منها أي مشكلة. وثالث مرة أو رابع مرة بأناشد وزير القوى العاملة الأستاذ خالد الأزهري سيادة الوزير، نظرة إلى العمالة المصرية، وجود أجسام مضادة لا يمنع أحدا من السفر، وجود أجسام مضادة لا يمنع أحد أبدا من السفر. وده بيحدث للأسف للعمالة المصرية في كثير من البلاد العربية، وبيؤلمني جدا أن العامل البسيط اللي بيدور على رزقه في أي مكان يجي يقول في أجسام مضادة ومش راضين يسفروني، وملهاش حل من الناحية الطبية. يعني احنا مش عارف وقتنا خلص ليه كتير، سريع جدا كده. خلوني اكمل الوصفة العشبية الاخيرة في التخسيس، وهي عشبة رجل الاسد. عشبة رجل الاسد معلقة هتغلى ويضاف عليها معلقتين من خل التفاح وتؤخذ بعد